زمن ما كانش الزمن ده كانش فيه سهوله زي دلوقتي، هل بقى كان لسه فيه الاعتماد على الفاكس والحاجات دي؟ خلينا نروح شويه للملف كان ده. كان زمان الحاجات دي بتتبعت اما بالتليفون، يعني مثلا بيتصل ترانك بقى بالتليفون. والحاجات دي. دي حقيقه. لما مثلا بره القاهره كان بيتصل بالتليفون بيملي الجرنان الاخبار كذا كده كده كده، غير الناس اللي كانت ممكن احيانا بتبقى اذا الماتش متذاع بتتفرج عليه وبتغطيه زي اللي بيحصل دلوقتي. لو بره مصر بقى كانت بتبقى مشكله كبيره، لان كانت الاتصالات صعبه جدا جدا جدا. ممكن تروح مكان الراجل بتاع التليكس مش عشان يبعت رساله بتاخد وقت جدا، فاكس بياخد وقت جدا جدا عشان يتبعت، فكانت في معاناه في الصحافه الرياضيه في خارج مصر. النهارده طبعا الانترنت ده النهارده غير الامور دي كلها يعني. وعموما الصحافه الرياضيه زمان لما كانت بتغطي اخبار الماتشات كانت عباره، يعني ممكن تلاقي ماتشات الاهلي والزمالك والدوري كلهم حوالي 6 ماتشات مثلا، لو احنا بنلعب، لو احنا عندنا 6 ماتشات في الاسبوع، لو 12 لو 12 فريق او 7 ماتشات او 14 وهكذا، تلاقي هو كله على بعضه باراجراف واحد، فاز الاهلي على كذا كذا، احرزهم كذا، فاز الزمالك على كذا، وقعدت دي فتره كبيره قوي. لكن احيانا كانت نهائي الكاس او نهائي كاس السلطان حسين او الماتش مهم في الدوري اللي هو كان بيتحكى فيه الكلام ده. بمعنى يعني مثلا الاهلي لما لعب السكه الحديد سنه 24 ماتش 4-1 اتحكى تفاصيل الماتش ده النهائي. لما ماتشات على طول مستمره دي ما كانوش مضخمين المواضيع بالشكل دوت. حصل وقعه كبيره في ماتش بقى كانت ممكن تتحكي، وقعه حصل، وقعه شغب، وقعه كده. كمان لما مثلا نتيجه كبيره زي الاهلي لما غلب الزمالك 5-1 حصل ده 3 مرات في خلال 13 شهر، 5-1 مرتين و5-0 مره، لا كانت بتفرد ليها تفاصيل. لما كان بيجي فريق من بره مصر بيلعب وده كان كتير بيجي كان بيتفرد له تفاصيل. وقت لما كمان كابتن صالح سليم قرر يلعب بالناشئين ده برضو كان حدث كبير جدا. نرجع شوية ليه؟ لا هو كانت الواقعة كان في الوقت ده الكابتن الجوهري مدير الفني للنادي الأهلي. لما جه الكابتن محمود الجوهري كان في لاعب في الأهلي كبير اسمه محمد عباس طبعا موجود حي يرزق، فكان خد زي ما تقولي كده اكتر من انذار بالشط. اخد ايه؟ انذار اكتر من انذار. انذار بالشط في الموسم ده كانت خد فرصه اخيره، وكان مدير الفني النادي الاهلي كابتن محمود السايس. الكابتن محمود السايس ادى تقرير اخير انه مش هينفع يكمل، فالنادي الاهلي اصدر قرار بشط اللعيب. يعني جه الكابتن محمود الجوهري فحب يرجعه، فمجلس الاداره رفض. هو اصر ان هو يحاول يرجعه تاني، وحاول محاولات حثيثه وضغط وضغط بشكل كان اوفر شويه. وكان ساعتها المشرف عام على الكوره في النادي الاهلي عضو مجلس الاداره كمان الكابتن حسن حمدي، كان الكابتن صالح في لندن، كان كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم في رحله العلاج وكده. كابتن محمود الجوهري رفض ان هو يستسلم لقرار مجلس الاداره، وبدا يضغط على الكابتن الله يرحمه كمال حافظ وكيل النادي. وكيل النادي حاول يجيب له قرار بالتمرين يشوف حل للموضوع، ما امكنش. سافر لالمانيا في المعسكر، ومن المانيا فضل برضه في محاولاته دي كلها. كان معاه مدير الكوره جديد في الوقت ده الكابتن هاني مصطفى الله يرحمه. الكابتن هاني مصطفى قال له لا ده قرار مجلس اداره واحنا مش هنقدر ان احنا، فهو حاول حس ان الكابتن هاني مصطفى مش ماشي معاه في اللون بتاعه، ودي كانت الحته بتاعت الكابتن الجوهري. الكابتن الجوهري كان الله يرحمه بيبقى عايز التيم كله رأي واحد معايا. غلط صح يعني، دي انا اللي كنت شفتها في الحاجه الكابتن الجوهري في الاداريه. هو بيحب يعمل كنترولنج على جميع يعني ممكن كمان يعني مثلا كان هو مثلا اللي بيجيب اللبس، حتى لما راح المنتخب في 88 لما عاش يدرب منتخب مصر، وهو اللي يشرف على اللبس وهو اللي يشرف على الاكل وهو وان مان شو. هو شخصيته كده يعني. في شخصيات كده كتير في يعني. في ناس ما بتحبش التيم ورك قوي يعني، بيبقى ليها رؤيه معينه. هو ملوش في التيم ورك خالص، انا كله يشتغل زي ما انا عايزه خلاص. فطبعا جه من لندن، جه من انجلترا، من المعسكر في المانيا، وهو زعلان ان هو ما قدرش يرجع محمد عباس. لكن لانه عارف كويس ان الموقف ده موقف مبادئ وموقف اخلاقي ما قدرش يعلنه، ف
فمجرد ما جه كابتن حسن حمدي كان مشرف على الكوره بيتكلموا عن الاستعداد، كان ساعتها هنلعب مع الزمالك دور الثمانيه في كاس مصر، كان الماتش اتاجل والبطوله والادوار النهائيه كاس مصر اتاجلت بسبب مشاركات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي هو كان 86. فتاجل لبعد التصفيات يعني. فكابتن حسن بيكلمه هنعمل ايه كذا كذا، انفجر فيه وانتوا ما عملتوش ملعب التتش، وجاب له مشاكل تانية خالص، وانا مش عايز مدير كوره اللي هو كان هاني مصطفى. يا الموضوع وصل لكده؟ هو بقى ايه ما اتكلمش في الموضوع اللي هو بتاع محمد عباس، انه اعلم تماما ان دي مشكله، ما انت بتتدخل في قرار اداري مالكش فيه. انت ليك الملعب، لكن اللعيب ده اخطا خطا اداري، انت ده ما بقاش تبعك، ده بقى تبع الاداره. مش الناحيه الفنيه مش كل حاجه على فكره، ده يمكن جزء من القيم اللي النادي الاهلي محافظ عليها حتى هذه اللحظه، لان بيكون في